الملك لير، قصة من التراث الإنجليزي. في قديم الزمان عاش في إنجلترا ملك مشهور عرف باسم الملك لير، وكان له 3 بنات، الكبرى تدعى كونرييل، والبنت الثانية تدعى ريكان، أما الثالثة فاسمها كورديليا. كان الملك لير كبيرا في السن، وقرر في أحد الأيام أن يتقاعد ويوزع أملاكه بين بناته 3. كانت كونرييل لا تكن لوالدها حبا حقيقيا، فكانت تخدعه بالكلام الجميل. صدق الملك لير كلام ابنته كونرييل وقرر أن يورثها 3 أملاكه. أحبك كثيرا يا والدي، أحبك. أما البنت الثانية ريكان فلم تكن تحب والدها أيضا، ومع ذلك تمكنت هي الأخرى من أن تحصل على 1/3 من الإرث. وجاء دور كورديليا، كان الملك يحبها أكثر من أختيها، وكان يتوقع أن يسمع منها أكثر مما سمعه من أختيها، ولكن أنا ابنة أبي، لذا فإن حبي لوالدي أمر طبيعي، هذا كل ما أستطيع أن أقوله. كانت كورديليا غير قادرة على الكذب والنفاق كما فعلت أختها من قبل، ولكن الملك لير لم يستطع أن يجد سببا لتصرفها. وأمر الملك لير بتقسيم حصة ابنته كورديليا على أختيها، لتأخذ كل واحدة منهما 1/2 أملاك المملكة. وأبعدت كورديليا إلى فرنسا. مسكينة كورديليا، لم يفهم الجميع سبب تصرفها سوى ملك فرنسا. والدي الحبيب، أنا أحبك أكثر من أي شيء آخر، ستدرك ذلك في يوم من الأيام، وإلى حينه أتمنى لك الصحة والخير. لقد أصبحت المملكة بأكملها ملكا لنا، من الآن فصاعدا سنحكمها بطريقتنا الخاصة يا عزيزتي. وفي اليوم التالي كان الملك لير ضيفا عند ابنته كونرييل، يقضي معظم وقته في الصيد. بالنسبة إلى الملك لير المتقاعد، لم يشعر منذ مدة طويلة بالسعادة والراحة كما هو الحال الآن، ولكن الأيام الحلوة لا تدوم طويلا. لم يكن تصرف الملك لير يرضي ابنته كونرييل، وخاصة ومعه 100 جندي للحماية. ذهب الجميع، لماذا لا ترحبون بي؟ ما الذي يحدث هنا؟ ها؟ وذهبت نداءات الملك السدى، حيث لم يستجب الخدم إلى طلبه. لم يحدث ذلك عفوا، لقد تصرف الخدم بأمر من كونرييل، حيث طلبت منهم عدم تنفيذ أي طلب للملك. وانفعل الملك جدا. كنت أعتقد بأنك ابنة وفية، ولكن لا يهم، لا زال عندي ابنتي الثانية ريكان. وهكذا ذهب الملك لير إلى قصر ابنته الثانية ريكان، وأول شيء وقعت عيناه عليه عندما وصل إلى قصر ريكان وجود كونرييل مع ابنته ريكان سويا. والدي أرجوك عد إلى قصر أختي ثانية. وعندما سأل الملك لير ابنته ريكان عن إمكانية السكن في قصرها، أجابته ببرود: إذا رغبت بالبقاء في قصري عليك أن تقلل حجم الحاشية المرافقة إلى النصف. لقد عاملت ريكان والدها بدون احترام أيضا، لذا قرر العودة إلى قصر كورييل. تقليص حجم الحرس إلى الربع فقط، أي 25 شخصا، إنه في الحقيقة رقم كبير، وسيلاقي خدمي صعوبة كبيرة في تنفيذ الطلبات. كفى كفى، هذا يكفي يا ناكرات الجميل، سوف أنتقم منكما.
تلطفت معي هكذا؟ لماذا؟ أنا الذي مكنتكن من كل شيء. يبدو وكأن هناك عاصفة آتية نحونا، من الأفضل أن نغلق الأبواب قبل وصولها. وتجول الملك لير في العاصفة وحده. تعالي أيتها الريح وعاصفي بي، عاصفي بوجهي، أيها المطر اجرفني معك، أيتها العاصف ثوري ثوري وحطني كل شيء، حطني هذا الذي يدعى حب الأب لأبنائه، حطني كوران بريكن. كيف يمكنكما أن تغلق الأبواب بوجه أبيكما في يوم عاصف؟ كم أنا غاضب. اشتعلي أيتها النار، احرق الارض، حطميها حطميها. كورديليا، اين انت الان يا حبيبتي كورديليا؟ كورديليا. كم تألم الملك لير على ما فعله بابنته وحبيبته كورديليا، وازداد حقدا وألما ورغبة بالثأر من ابنته كونرييل وريكان، اللتين خانتا أبسط الأعراف الإنسانية. واجتاحت عاصفة هوجاء قلب الملك لير. وبعد مرور بضعة أيام تسلمت كورديليا رسالة من أحد خدم الملك لير، وقد ذكر في هذه الرسالة بأن الملك لير قد جن، وذلك بسبب قساوة وسوء تصرف ابنتيه كونرييل وريكان. يا للهو، مسكين أبي، أين أنت الآن؟ وقررت البنت الطيبة كورديليا العودة إلى إنجلترا ثانية، والعمل على إعادة التاج إلى والدها ومعاقبة أختيها، وأمرت الجيش بالتقدم. داخل إحدى الغابات ظهر رجل عجوز، لم يكن هذا العجوز سوى الملك لير نفسه الذي حطم غدر ابنتيه قلبه وروحه فهام على وجهه. أبي 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 أبي. من أنت أيتها الفتاة؟ أنا كورديليا ابنتك. حقا أنت كورديليا؟ أرجوك كفي عن البكاء يا عزيزتي، أرجوك أن تسامحيني على غلطتي. بسبب هذا اللقاء الأبوي يبدو أن جراح الملك لير بدأت بالشفاء. وأثناء ذلك فإن الجيش الذي أرسلته كورديليا لمهاجمة كورنييل وريكان قد بدأ بالهجوم. ولكن ما الذي حدث؟ لقد انهزم جيش كورديليا، والأسوأ من ذلك كله هو المصير الذي ينتظر كل من الملك لير والأميرة كورديليا. إن عقل كل من كونرييل وريكان ابتكر سبيلا للقضاء على كورديليا والملك لير. والدي. ماذا يعني ذلك كورديليا؟ لقد قتلوك. انتظر يا ابنتي كورديليا، ابنتي أرجوك لا تذهبي بدوني. كورديليا، يا إلهي، ابنتي الحبيبة كورديليا لقد رحلت عني وإلى الأبد. كورديليا كورديليا ابنتي الحبيبة. ولم تمض فترة طويلة حتى تبعها الملك لير بعد أن آلمه فراقها. المهم لن يترك الأشرار بدون عقاب، فقد حاربت كل من كونرييل وريكان بعضهما البعض،
وذلك من أجل السيطرة على العرش، وكان جزاؤهما الموت على يد بعضهما البعض. ومن هذه الخاتمة نستنتج حقيقة مضمونها، هل يحق للملك لير التصرف بالعرش وفق رغباته ونزواته؟